اخر حاجة خدناها، اخر حاجة خدناها عملنا الادمن زي ما انتوا شفتوا كده، تمام. انا اعتقد عملنا شاشة اليونيفورم، كان اعتقد اليونيفورم. يلا يا اللي بقى دي صفحة عملناها للابلكيشن للادمن، اه تمام. عايزين نطبق صفحة الاوردرز، تمام. وصفحة الاوردرز ديت لما يتم الكونفيرم على الاوردر، تمام، يتبعت له اس ام اس. ازاي نبعت من الابلكيشن الادمن اس ام اس للايه؟ لليوزر يقول له تمت ايه؟ من الويب بالموافقة، تمام. طيب ده نعمل كونكت. احنا كان كرسي كام؟ 26/6؟ لا 18/7. كان السيرفر بتاعنا اسمه ايه؟ 5000 حاجة. شكله حلو. هو هوتيل ده؟ لا. طب خلاص افتح كده السيرفر. وحميد وكرولوس والنبي السوق عشان ننجز الساعة 9:30. أنا 8:30. كنترول بانل داتابيز. خليها اتنين بقى. اشنو يا ممكن تبقى واحدة بس؟ هل واحدة ينفع؟ ماشي واحدة. ماشي يا عم، ماشي. انا والله كده كده انا هكون في المقطم، هحاول اجي بسرعة لو جنبكم على طول ان شاء الله. سواحنا خلص كده عدى عليك اكلمك والله. وانا رايح جنب الجامعة، عندي اجتماع جنب الجامعة على طول. ساعة واحدة نخلص ثلاثة، نخلص أربعة، من واحدة لكام؟ لثلاثة ونص. أهو يا دوب تلحق تروح المدينة نص من المتر، تمام. طيب بسم الله، عندنا الأوردرز أهوت. نيجي بس نجيب الكونكشن سترينج. عايزين نعمل، ربنا يكرمنا النهاردة، نخلص الأوردر اليونيفورم اللي هو الأوردر، ونخلفلها مع الإس كيولايت اللي شنو ده قال عليها، تمام. ونخلص الجزء بتاع الإس إم إس، تمام. ايه ماشي، بس خلي الحاجات اللي هتاخد اللي احنا هنفكر فيها ديت ايه المره الجايه. ناخد مثلا الايه الباركو الكيو ار كود، وتاني والكولينج، والتعامل مع الاس ام اس، والتعامل الحاجات ديت كلها نقفلها مره واحده، والتعامل مع ابلكيشن خارجي. وعايزين نشرح الحته اللي قلت لكم عليها الشيرد بريفرنس، الابلكيشن يكلم الابلكيشن عن طريق الشيرد بابليك. احنا عملنا برايفت، عايزين نظبطها، دي ضروري جدا، عشان دي انا ما شرحتهاش في ولا كورس بصراحه، هو كورس واحد زمان وما احتاجش تاني. عايزين نعملها، دي ضروري جدا نعمل لها فيديو لوحده، تمام؟ طيب تعالى نجيب الكونكشن سترنج. ده الكونكشن سترنج اهو 5002، تمام. وهنا اسم السيرفر، اليوزر اي دي، والباسورد زي ما انتوا قلتوا كورس هات من 1 2 3 4 5 6. عايزين نعمل صفحة للأدمن للإدارة، تمام. أدوس على أوردرز، يطلع لي صفحة فيها الأوردرات بتاعت المطلوبة، تمام. أقف على الأوردر يجيب المنتجات المطلوبة فيه، ركز بقى معايا. أقف على الأوردر يجيب المنتجات، يطلع لي رقم الأوردر وتاريخ الأوردر والبيرنت اسم صاحب الأوردر، حلو كده، ورقم تليفونه وإيميله. اتعلم على الاوردر يقول لي طالب تيشيرت وكذا، هدوس كونفيرم، يبعت اس ام اس للراجل يقول له تم الكونفيرم رجاء الحضور للمدرسه لاستلام اليونيفورم، تمام. طيب تعالى بقى نعمل الحركه دي. الحركه دي عشان تتعمل يا رجاله، احنا عندنا هنا بيانات الاوردر اهي. فين بيانات الاوردرز؟ كان ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اليونيفورم اوردر، تمام.
مربوط بمين؟ باليونيفورم. ومربوط بمين؟ بالسيلز. واليونيفورم اوردر اكيد مربوط بالبيرنت. كلام جميل، سهل غلط. يبقى انا كده اقدر اجيب مين طلب الاوردر وتاريخ الاوردر ورقمه واليونيفورم اللي جواه عن طريق السيلز. حلو كده، هعمل اتنين فيو، فيو جيب البيرنت مع الاوردر عشان اجيب الاوردر ده يخص مين، وفيو تاني يجيب مين الاوردر مع السيلز واليونيفورم الاوردر ده فيه منتجات ايه. اقف على الفاتوره يجيب لي في طالب كذا وكذا وكذا. طيب الكلام ده حلو، تعالى نعمله. طالما اكتر من جدول يبقى لابد من استخدام ايه؟ فيو. كليك يمين نيو فيو، هنعمل تو فيو. وهنعمل الحته اللي انت قلت عليها يا شنو ده بتاعت السكولايت، لما يضيف يضيف السكولايت ويقراها فين؟ في لاي اوت، هيبقى شكلها حلو جدا. لسه بيحمل. طب اللي اوت اديها الليست يا شنو يا شنو ده؟ عشان نعرف فيها؟ اه؟ اديها الليست فيو عشان نعرف الحاجة اللي فيها كلها. اه. وكل صف يبقى فيه رقم واسم وصح. ماشي. البيرنت والاوردر. اد. الواد بتاع الاي تي ده شاطر جدا ما شاء الله، واد شاطر جدا صراحة، يعني كذا مرة أصلا في حاجة ما شاء الله عليه صراحة. هناخد من الأوردر النمبر والديت، ده كلام مظبوط. وهناخد من البيرنت اليوزر نيم والفون نيم والفون، تمام كده. واروح اد معايا ولا لا؟ ونسيف الفيو ده. قبل ما نسيف الفيو اخش على الاوردر، قبل ما اخش على الاوردر اخش على البيرنت. ما شاء الله مين اللي مسجل 14 ده؟ يا نهار ابيض. ماشي حلو جدا، ده كويس، ده بالعكس انا عايز كده. مجدي 1 2 3 وعندي مينا 1 2 3. تعالى على اليونيفورم اوردر، كنت سجله في اليونيفورم اوردر. طيب. اوردر رقم واحد تاريخ، اي تاريخ تبع مجدي. انسرت. اوردر رقم اتنين تبع مينا، وفي رفيق باين. واوردر رقم تلاتة بالمرة تابع على فين. حلو كده. ونخش في السيلز، بس قبل السيلز خش على اليونيفورم. عندنا منتجات ايه؟ واحد وتلاتة واربعة وكام؟ وخمس. خليك فاكرهم. خش على السيلز. نيو رقم واحد، اوردر رقم واحد عايز قطعتين، رقم واحد وتلاتة واربعة وخمسة تلاتة. اوردر رقم واحد برضو عايز تلات قطع، يبقى اوردر رقم واحد لحد دلوقتي في كام منتج؟ منتجين، واحد وتلاتة اربعة خمسة. منتج رقم اوردر رقم واحد برضو عايز تلات قطع او قطعة. منتج رقم اتنين، لا سوري، منتج رقم واحد اوردر رقم اتنين بقى، اتنين كميتين. منتج رقم خمسة، الجدول ده اللي هيتبين اللي هيتسجل فيه من الشوبنج كارت، بس انا دلوقتي بسجله مانيوال. منتج رقم خمسة اوردر اتنين تلات قطع، يبقى اوردر رقم اتنين فيه كام قطعة؟ قطعتين. اوردر رقم واحد تلات قطع، اوردر رقم خمسة، اوردر رقم تلاتة عشر قطع. ليه عشرة؟ هيبيعهم خمس قطع. اوردر رقم واحد في منه كام منتج؟ في كام منتج؟ تلاتة. اوردر رقم اتنين في اتنين. اوردر رقم تلاتة، طيب تعالى بقى الجدول تمام اهو. سيف واسميه فيو اوردر بيرنت. اوكي.
طبعا لو دلوقتي ما جابش داتا، لو عملت رن تاني هيجيب داتا. اهو بص لو عملت رن عقبال لما يحمل تيبل فين بيرنت اهو لسه بيجيب داتا. انا عايز مجدي، عايزين نكتب رقم تليفون صح. رقم تليفونك يا مينا 012 تمام 77 تمام. مينا فين اهو، ورقم تليفون انت مينا مجدي ده اي حد. رقم تليفونك يا كرولوس عايزينها 012 107 125 90 رفيق خليش نور رمك، بس احنا هناك مستخدمين رفيق، هنضطر للاسف نستخدم رفيق. تمام 011 للاسف ما بيبعتش ل 010 ليه ما اعرفش بصراحه. هل اللي انا هستموك اللي انا هستخدمه والاي بي اي اللي انا هستخدمها وقفوا الديل معاها كان بيبعت ده، كان ما كانش بيبعت ل 012 بقى بيبعت. تمام ما بقاش بيبعت فودافون يعني مثلا انت معاك فودافون اه قوله 010 اه 9 70 15 9 2 احمد احمد ايه؟ احمد ماهر ممثل، ده ممثل وزير تربيه وكل حاجه بلد كلها. هاجي هنا هقول هعمل اوردر اي اي حاجه تبع احمد، اوردر رقم 4 اروح اسجل جواه ايه؟ منتجات، هو منتج واحد. اوردر رقم 4 منتج رقم 1 قطعتين. لو جينا هنا بص جاب داتا اهو سيف، طبعا الداتا القديمه لسه ما عدتش، احنا سيفنا خلاص. نعمل جدول تاني او فيو تاني لمين؟ لليونيفورم والسيلز. كليك يمين نيو فيو اختار السيلز واليونيفورم اوردر اد كلوز. كلوز عايز من الاوردر بيرنت وايه ده واليوزر نيم مش فارق معايا ماشي. عايز من ده بقى السيريال نمبر، طب هات المنتج بالمره صح ولا غلط، اليونيفورم ذات نفسه عشان اعرف هيجيب لي سيريال رقم 2 تيشيرت ولا جاكيت ولا ايه ده، واخد بالك اهو. تعالى بقى اختار سيريال نمبر بالتايب بالسايز بالكوست بالجريد بالفيز بالكوانتيتي المطلوبه، واخد بالك. طيب بعد كده هنا سيف فيو سيلز. تعالى بقى هنا بقى اعمل لي صفحه للفيو للاوردر، اوردر ما قلناش ماستر بيج هنضطر نحذفها ونبنيها من تاني. ويب سايت ايه اوردرز ينفع هتكتب كود جواه اد تروح قايل اوكي تمام كده. طيب صفحه الاوردر دي اخر اليوزر يشوف الاوردرات المطلوبه منه ولا يعدل ولا يعمل الكلام ده، يحذف ماشي صح ولا غلط، ما يجيش يقول لي يعدل ولا يضيف اوردر. طيب عندنا بقى تيبل انسرت تيبل خمسه صف وعمود واحد وهتظهر في منتصف و95% جدول وهيسيب مسافه 5 و5
والبوردر واحد حجمه واللون الاطاري اسود. هنزل اداه اسمها جريد فيو اوتو فورمات، اختار الشكل اللي انت عايزه، اربطها بالداتابيز نيو داتا سورس، هعرض فيها الاوردرات كلها. الاول اس كيو ال اوك كونكشن سترينج سكول نيكست، هختار فيو مين، فيو الاوردر صح ولا غلط؟ لو قلت ادفانسد ما ينفعش. ليه؟ الفيو وسيله عرض فقط، ولا اضيف ولا اعدل ولا احذف. تروح ايه النكست فينيش، نزلت انيبل بيجنج وسورتنج وسيلكت. السيلكت هنا هنعملها ايه؟ هعمل هخليها زرار سيلكت كوماند اللي هو كوماند باتون تايب باتون ايه؟ بالعكس ده انا لما اعلم على الاوردر يجيب لي بيانات الاوردر. خدت بالك؟ سيف. هروح للماستر بيج، اروح لصفحه الاوردرز، اقول له هتروح لصفحه اسمها ايه اوردرز، كليك يمين على اللوجن فيو ان براوزر، لوجن طيب، اروح للاوردرز، عايز بقى اعلم كده يا انطونيو يضرب. خلي دي كوبي، ما بتسبورتش لصفحه لاي اكشن، اطلع فوق جنب اي حاجه هنا. تمام، عايز اعلم كده يا انطونيو يجيب لي المنتجات اللي مطلوبه في اوردر رقم كام تحت هنا. خدت بالك؟ طيب اروح جاي هنا جريده تانيه اوتو فورمات، تمام، بروبرتس 100%. حضرتك بقى المفروض الجريده التانيه معتمده على الاختيار في الجريده الاولى. قال لك يبقى انا عايز اعمل ايه؟ اول لما اختار هنا انزل اي ليبل يتحط رقم المنتج اللي انا اخترت، رقم الاوردر اللي انا اخترت مين. يعني بص هعمل ايه، هنزل ليبل كده اهو، الليبل ده اسمه ليبل ايه؟ 1. ليبل 1 هيشيل العمود بتاع مين؟ انهي صف بقى اللي متحدد؟ مش التاني، اللي انا حددته، اللي انا حددته صح ولا غلط؟ يبقى السيلكت اقولها ازاي؟ كليكتين على الجريد ده ابرمج ليبل 1. معنى كليكتين على الجريد ده يا يوسف لما اختار من الجريد، من الجريد ده اهي، حط لي جوه الليبل جوت دوت تكست، احط لك في ايه؟ هات لي من الجريد ده جريد 1. قال لي انهي صف؟ قلت له الصف اللي متحدد. قال لي الصف فيه كام عمود؟ في كام عمود يا شباب؟ الصف الواحد في كام عمود؟ انت عايز انهي عمود؟ النمبر ده اهو صح ولا غلط؟ 01 عشان ده رقم صفر. يبقى اروح قايل له دوت سيل رقم 1 دوت تكست سيف ريفرش
سيف ريفرش مش سايبنا مين. علم جاب كام؟ علم علم الجر ايه؟ لا ده حاجه اسمها تشيك بوكس بقى جوه الجريد ده بيسموها تمبلت فيلد. تمام. طيب هنا بقى كده يا يوسف مش هزعلك بس طبعا ليها طريقه في التعامل. اد نيو كولوم حلو، حاجه اسمها تمبلت فيلد وسميها اي حاجه. اوكي نزلت ايديت تمبلت، نزل تشيك بوكس، اقفل الايديت تمبلت. خدت بالك؟ بس ليها طريقه تانية في الاستخدام خالص وحلوه جدا الحركه دي على فكره. بص انت كده حطيت عنصر جوه الجريد ده يدوي مش جاي من داتابيز، يدوي يدوي ده انا حطيته يدوي جوه الجريد ده. تمام. انا فعلا لما ادوس اللينك على واحده فيهم هينزلوا لي الثلاثه تحت. بص بقى انا بقى دوست على رقم 3 يجيب لي الطلبات اللي مطلوبه فوق ده رقم 3. اه تمام. خدت بالك؟ ما يجيبهمش كلهم. لا يعني مش يجيب لك كل الطلبات يقول لك ده الطلب اللي قلت رقم 3 ده طالب تيشيرت وجاكيت وبنطلون. حسب بقى تمام؟ لثلاثة بس. يبقى انا هخليه يقوم على اللي موجود في الليبل ده. اعملها ازاي؟ بص يا سيدي الناس. تيجي هنا كده. تنزل يا عم الحاج. الاثنين دول عاملين قلق في الكورس. والله عزه بس هو مش هم لك الاثنين دول بس ان الله مع الصبر. نيو. اس كيو ال. كونكشن نيكست. وعايزين نعمل حته لما علم يظهر في اليونيفورم يظهر في الموبايل ابلكيشن ابروف. تمام. اختار فيو مين؟ فيو سيلز. بس وير على رقم الاوردر اللي موجود في الكنترول اللي اسمه ايه؟ ليفل 1. وير على رقم الاوردر اللي موجود في عنصر كنترول جاب لك عناصر الشاشه يبقى ليفل 1. خدت بالك؟ اوكي نيكست فينيش. ماما قالوا لنا هيطلع بقى وعايز واحد ذكي يقول لي ضرب ليه؟ طبعا مفيش غير هو مفيش غيرك ذكي. انا غلطان؟ لا لا انا ذكي. ايديت كولوم سيف سيفت اهو ران. عشان معانا لسه عندش على حاجه. طيب هو افتحها اهو ضربت. برنس اللي هيقولها والله يبقى برنس بصراحه. احنا قلت دي هتاكل وركز هتاكل مشكله. حاجه سهله. والله العظيم لازم تنزل تجيب لك حاجه سهله. ده مش 200 جنيه مش الدرجات. حاجه سهله ب 5 جنيه. لازم تجيب لك حاجه. لا والله. والله لازم تجيب لك حاجه سهله. استاذ يا ابني والله ان شاء الله. اللهم صل على النبي ان شاء الله. هنا اللي في الليبل كانت كلمه ليبل 1 فاول ما في الشاشه فتحت الجريد اللي تحت راحت تدور على اوردر. تمام. رقمه ليبل 1 ورقم الاوردر ده ارقام وانت مدي لي كلمه ليبل 1 حروف. نعمل ايه؟ نعمل ايه في دي؟ بس نحط زيرو مثلا على الاقل. سيف يبقى زيرو كده. حتى لو راح يدور على زيرو مش هيلاقي. هتبص اهو سيلكت. تمام. رقم كان واحد فيه اهو. خدت بالك؟ رقم اربعه. ايه؟ عندنا رقم اربعه فيه على فكره. ربنا يتم منك.
والله انا كم اربع في اوردر اهو في اوردر واحد اهو متنال عين اهله موجود اهو لا مش دور عليه تلاقي الداتا متسجله غلط مش هدور انا بس كده عايزين بقى نعمل زرار كونفيرم هنا الخطا اللي انا قلته دلوقتي ده لازم يكون عندك ربط ما بين اللي عملته خدت بالك الايرور مش موجود في حته ومش معروف حتى مش قايل عشان كده قلت برنس اللي هيقولها لازم يكون عندك ربط ده انا قعدت في مره فيها ساعه دي والله عظيم ساعه كانت في مش عارف جه في دماغي خالص تاني ما بيحمل في التكست للتكست فجاب يقرا فجاب ايرور طب ما جوه ايه مش هتم هتقول له ايه سترينج فورمات دي معناها القيمه اللي خدها مش نفس النوع عمال له انا سجلت حاجه لسه جاف عمال ساعتها قلت انا سجلت حاجه بيقول لي القيمه اللي كانت فاكرين لما صرحنا تراي وكاتش لما كتبنا حروف مكان ارقام قال لك فورمات صح ولا غلط عمال له ربنا ما دخلتش انا عارف الايرور ده بتاع ايه بس انا ما دخلتش حاجه بس جمله وير اي لوير نمبر يساوي رقم انت مديله تكست تمام هننزل زرار هنا send confirmation sms وطبعا احنا عندنا كميه ايه btn داش فاكرين دي اللي هو ما كانش متلونه ليه كانت باين باتوم اجي هنا بقى كده سورس ستايل ايكوال تكست الاين نقطتين سنتر تمام الزرار ده عايزه يعمل ايه بقى يبعت اس ام اس قالك عشان تبعت اس ام اس في عندك طريقتين الطريقه الاولى ان حضرتك تروح شركه اتصالات اي شركه من الشركات وتبدا تتعامل وتعمل ديل معاهم وتقول لهم انا عايز باقه من عندكم اقدر ابعت رسائل من عندكم علشان على الابلكيشن بتاعي بيجي يقول لك الابلكيشن بتاعك شغال بايه بيقول لهم شغال كده ده بيتكلم الديفلوبر تمام يبعتوا لك اي بي اي وقلنا كلمه اي بي اي معناها كود بتجيبه من مكان وتتعامل معاه زي في كود اسمه في اي بي اي تقدر تجيب اسعار البورصه بتاع كل يوم بتاع كل ثانية تقدر تجيبها؟ لا أسعار البورصة صعب إنك كل شغل محتاجك دايما إيه؟ أب تو ديت صار غلط أب ديت دايما فده اسمه فيه كود بيتباع أي بي أي تمام بيتباع على فكرة الكود ده وتتعامل معاه يبعت لك كود الكود ده تحطه عندك عمل لك الاثنين الكود ده تحطه عندك يبعت لك إيه؟ يديك الأب ديت دايما وبتشتري لمدة في الشهر مش عارف كام تدفع فلوس في كود فري موجود على جوجل بس التعديل يوميا وطبعا البورصه ثانيه خد بالك عشان كده في كود برده يقدر يبعت ايه رسائل طيب في عندنا موقع اسمه اس ام اس فيانت اهو الموقع ده يا رجاله بيدوكم خمس رسائل فري الموقع ده بيديك ايه خمس رسائل فري تمام بتعمل عليه لوجن ريجستر الاول بتعمل عليه ريجستر نعمل ريجستر بالميل بتاع سيادتكم كان اسمه ايه الميل اندرويد مش عارف كده ده بتاع الناس لسه ماشيه ده بين كورس 8 1 2 3 4 5 6 حلو التركيب دايما معنا كده حلو 25 حلو جدا والله يوم الحد يوم يوم احنا يوم ايه يوم الاربعاء عارف جامعه امتى السنه اللي عند جامعه امتى لا انا اصلا مش عارف بجد
مش هتيجي من اكتوبر من المقطم؟ لا مصر. مين من المقطم؟ مش انت؟ في حد جنبنا من المقطم؟ لا ما انا مش هجي لك يعني. لا هو ايه مش عايز ما تدخل يا عم؟ في كورس هيبدا كورس ويب بي اتش بي بس انا اللي هديه يعني انت خدته مع السلام ما ده اللي انا هديه هو لسه موجود ماشي ماشي بس اوزو بس انا هخش كورس هحوله اس بي اساسا بي اتش بي ده اساسا لغه بس السلام قالنا عليه قديم السنه اللي فاتت ايوه بي اتش بي قديم على فكره انا هقول له انا هم ثلاث افراد اقول لهم يا جماعه البي اتش بي ما بياكلش اي شيء نشر حي السي في ايوه ماشي يلا ان شاء الله وضع احسن والله تعالى كده اديك شويه تقدير بعد كده بص اجيب لك المره الجايه بس ايه مش عايز يعمل ليلو جوت ما تقفل مين اللي عنده ميل هنا وشغال بسرعه عندك ميل يا شنودة ماشي شنودة ايميل قول يا شنودة شيكو سي اتش ولا جيميل اي رقم تليفون اي اسم شركه المحروسه يعني هذا جي سي جنريت الميل صح هيبعت لك يوزر نيم وهيبعت لك الباسورد انت ملاحظ ان ما خدناش باسورد هيتبعت لك الباسورد هيتبعت لك الباسورد يا شنود على الميل بتاعك لو ما اتبعتلكش شوفه في السبام طيب عقبال لما يحمل الكود ده بقى هنا عايزين نكتب كود اس ام اس طيب عشان تكتب كود في الاس ام اس الملف ده هيديك اي بي اي طب الاي بي اي ده فين الاي بي اي ده عندي اساسا الاي بي اي ثابت اللي بيتغير بس اليوزر نيم ومين والباسورد اهو يعني عندي هنا الاي بي اي حتى كان موجود في الهوب في الداونلودز طب وهقول لك انت تجيبه منين اهو لا ده بتاع الجافا ده بتاع السي شارب كل لغه وليها ايه وليها الاي بي اي بتاعها اهو ايه ده جاب غيره لا استنى يا شكرا يو دبليو 2 اي جي لازم كابيتال والكلام ده كله لا مش لازم تمام والميل كده صح يا شنودة؟ تمام كده اتبعت يا شنودة اعمل ايه؟ شيكو صح كده؟ اتبعت لك الباسورد بقى ادينا الباسورد تمام عقبال ما يجي عندك حاجة اسمها ديفيلوبرز عقبال لما يجي عندك حاجة اسمها ايه؟ ديفلوبرز دي عندك بص بقى اي بي اي كود اكزامبل شغال اي اس بي ولا دي اس بي دوت نت اي اس بي دي اس بي كلاسيك كنا زمان بنشتغل بيها سنه 2005 و2004 كمان يعني 2006 و2007 اي اس بي دي كانت عايز اقول لك عقيمه متضايقه جدا بصراحه اي اس بي دوت نت ده التطوير بتاعها اي اس بي دي ما كانش فيهاش اوتو كومبليت ما فيهاش انك تقعد تكتب ويظهر لك اختيارات تكتب انت الكلام من اول تمام سي شارب جافا ماي سيكوال بي اتش بي في بي زيتا فيجوال بيزك زيتا ده كان زمان فيجوال بيزك دوت نت احنا شغالين ايه سي شارب ده الكود بتاعه تمام تعمل ايه للداونلود سورس كود اهو بيقول لك اديني يوزر نيم جالك يا شنودة ابو شنود ادوني بقى الباسورد اربع ارقام كده تلاقوا في الكلمه الاولى جي 3 او جي يو لوجن بص كده يا شباب اروح نازل تحت كده قال لك اعمل ايه اكسبت واعمل ايه انا كده بحمل اهو اتحملت اهي كده هي عندي بس انا حبيت اوريكم بتتحمل ازاي كليك يمين اد اكستراكت سوري هتنزل اهي
ملفينهم. خد الملف ده كوبي يا ريس، ده ملف الفيا نت اس ام اس، ده الكود كلاس. ما هو الاي بي اي ده بيتقال عليه اي بي اي، بس الاي بي اي ده بيتقال الكلمه ديت بتتقال لما الكود جايبه من بره عشان يكونكت عندهم على سيرفر عندهم، ده بيتقال عليه اي بي اي. عارف الكود اللي انت كتبته يكونكت على السيرفر بتاعك ده بيتقال عليه اي بي اي اساسا، كلمه اي بي اي بتتقال على كده. وهتلاقي في الاخر كود سي شارب عادي وكود جافا عادي، تمام. كوبي واروح جاي هنا، تمام. قبل ما ابدا بس الاول، خلاص انا عملت سيف اهو، مديني كام رساله؟ خمس رسائل، خمس رسائل فري. بعد كده تشتري، احط الكود فين؟ الكود بقى بتاع الكلاس اللي جبته لازم يتحط جوه فولدر اسمه اب اندرسكور كود. لازم يتحط فولدر اسمه ايه؟ طب انا هنا مفيش الفولدرات، خلاص اعمل ويب سايت اد نيو ايتم كلاس اهو اد يس، نزل لك الفولدر، كليك يمين بيست. طب كلاس 1 دي مش عايزها، انا بس كنت عاملها عشان تعمل لي الفولدر، تمام. اهو ده الكود يا جماعه، ولا تغير فيها فوا، ولا تغير فيها فوا، تمام كده. تيجي بقى انا عايز اكتب الكود اللي هيبعت هنا، قال لك الكود اللي هيبعت اهو في المين اهو، من اول هنا يا شباب تنزل تحت كده كوبي. ده كود الكلاس اللي هيشغل الاس ام اس اهو، بيست سيف. هنا بيقول لك ايه اللي هيطلع، الرساله تطلع فين يا عم؟ طلعها في ليبل، طلعها في اي حته مش فارقه. عارف مش عارف قلت لكم المره اللي فاتت ولا لا، دايما بنشوفها، حتى فادي هو اللي ساعتها سال عليها شلون. بص استنى، رساله كده بتطلع في الويب اه، سلم لي عليه والنبي. تمام، بص هنا فين اهي، كوبي. شايف دي؟ دي رساله بتطلع رساله سكريبت مانجر، طلع رساله كده اليرت في الويب، واروح قايل له مسج جهاز بين ايه سند سند، تمام. واروح جاي كده كوبي حطيتها هنا، بس هنا يطلع الايرور، الايرور اللي هيطلع اقول له ورهوني لو هطلع ايرور. عايز اشيل ده اهي واحطها مكان الالف ده، تمام. دي ايرور، كده تطلع كله ايه خلاص يا عم، طلع ايرور وخلاص ان شاء الله ما طلعت حاجه. نفس الكلام دي وامسح دي. طب اللي احنا مسحناه ده ليه؟ عشان ده متعور بيشتغل سي شارب ديسك توب، اما انا شغال ويب عشان كلمه ديباج كده مش معروفه. سيف. اديني انا بقى اسم اليوزر اللي هو مين، اللي هو الميل اهو. اديني الباسورد، اه جي 3 0 ولا او؟ لا كان او يو جي جي بعد 3 ايه؟ ايوه ايوه يو. اديني السندر الراسل، اكتب اي رقم. ايه ده يعني معنى كده مش تطلع رساله عند الراجل كده؟ لا ده ان شاء الله بقى لما تتعرض وتدفع فلوس، تمام، يبعت لك الرساله بالاسم اللي انت عايزه، زي الالمانيه للحشرات اللي عرفانا بالرسائل، تمام. ما هو لازم انت تبعت لك الحاجات دي، تمام. انا مش هتكشف ربنا،
الرساله سوري الرقم اللي هيتبعت له ده ياخده منين بقى؟ اهو ده رقم كام؟ 0 1 2 3 4 كام؟ اروح قايل له كده خده من الجريد ده دوت سيلكت درو دوت سيلز رقم دوت تكست تمام كده؟ الرساله المراد ارسالها اقول له ويلكم واسم اليوزر اسم اليوزر في اسمه 4 يبقى هات لي من الجريد ده رقم 4 واروح عامل سلاش ان سطر جديد يور اوردر هاز بين عايزين نقول له اتجهز ايه بي كده سي ده جاهز كده خلاص تمام كان يو ريسيف ات تمام كده سيمكم مش عارف ما كان ريسيف نقول ايه ريسيف كده ماشي يا حاج جاهز هي دي الحاجه انت فرق فيها فلازم تشوف تمام طيب سيف كده اول ما ابعت سند المفروض يعمل كده ريفرش لوجن ادمنستريتور اوردر ده بتاع مين ده رقم تليفون مين شنو ده صح صح رقم التليفون لازم يكون قبليه بلس 2 اللي هو 002 تمام او 2 2 ولا بلس 2 ايه لا لا استنى كمان اه يا بلس 2 بلس 2 زيرو 2 هنبعت له على البيت تمام اهو كونفيرميشن قال لي مسج سنت دي رساله اتقلت تعالى هنا كده واعمل ريفرش المفروض تقل واحده ايه يقول لك ويلكم رفيق قال لك ايه ويلكم رفيق يور اوردر هاز بين ريسيفد تمام ودي ايه وممكن تزود عليها في الاخر ايه بقى كده اهو سمارت فيجن سكول سيف ريفرش ده مثلا ده انت امام سنت المفروض اتبعتت لك طب انا عايز ابعت لك رساله بدل 10 مش هيرضي طب ما نجرب بص اهو بص هنا بقى 4 انت لسه ما عندكش اوردرات انت لسه ما عندكش اوردرات وصلت وصلت كاملة سمارت فيجن سكول مكتوبة تمام ده رقم مين ده هنخلص الاربع سنين ابعت ما بيبعتش فوق جات لك رسالة كده ويقول لك ويلكم مينا انت قال لك ويلكم مجدي تمام لا انت مالكش اوردر اه ما انت ممكن تعلم كده اهو عامل سنت طب انا بجرب انا اهو شوف كده مش هيجي ايه لا جاي لك ديمو رقم لا جاي لك ايه يا ماشنوت ايه ده يا راجل غريبه دي وانت نفس الرقم بص هو رقم تاني تخيل غريبه دي كان بيبعت ديمو جاي لك ايه بس صح كان بيجي ديمو مش عارف ازاي ده فكره الايه السير بتاعت الاس ام ايه هو ما بيبعتش 010 طب ليه يعني الناس 011 عشان المشروع لا لا لا
يا راجل لا لا بص هنا بقى كام رساله بقى واحده دلوقتي احنا معدنا كام واحد اتنين تلاته وانت اربعه هنا واحده تمام طيب عايز بقى انت لو عملت كده برايسز لو عايز تشتري بقى خش على الباقات بقى برشيز اس ام اس كام بقى هتشوف يعني لو يا دكتور لا بجد مش ممكن يبقوا شغالين في الشركه اللي احنا بنتعامل معاها دي مثلا وتقدر تتصل بيه؟ باشمهندس ايه؟ مش دول اصلا ممكن يبقوا شغالين مع الشركه دي؟ ممكن لا ما بسمعش صح اول مره يبعت رقم عندكم دايما يا بيبعت موقع كده زي ما تبعت لشنودة يا يبعت اس ام اس ديمو اس ام اس وساعات انفو مش عارف ايه فودافون دلوقتي اصلا بتبعت اللي هو خدمه العملاء والكلام ده بيكلمك برقم عادي فممكن دي تبقى مع الشركه وبيجرمهم بص الاسعار ايه؟ بص الاسعار لايجيبت تمام؟ موبينيل بس على فكره غاليه ده باليورو باليورو عارف بص يعني مثلا زي شيلن شيلن يورو معناها كام؟ جنيه ونص اضرب دي في 21 جنيه اضرب الرقم ده اهو الرسالة غالية جنيه 97 قرش 2 جنيه لو من زيرو الالف رسالة في الشهر كل رسالة بكذا ب 2000 جنيه ب 2 جنيه ب 2000 جنيه كتير على فكره كتير قوي لو انت هتاخد كل الشركات بص بيعمل ايه لو هتاخد فودافون بس لو هتاخد مش عارف ايه يعني في بيبعت الفودافون هو بس الفلوس بقى بس طب ليه لا 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 اشمعنى ما بعتش الباقي تمام وممكن بقى تاخد الكود ده حد يبقى يجرب الكود ده مع الجافا انا جربته مع الجافا اللي هو ايه بص هات الديفلوبرز دي كده الجافا العاديه النيت بينز وممكن تشتغلوا مع بي اتش بي يا يوسف اهو يبعت اهو وليه سورس كود برضو ويبعت اس ام اس تمام الجافا العاديه اشتغل نيت بينز جيت شغلته مع اندرويد ما اشتغلش شغلت الكود ده مع الاندرويد دورت على كده عشان اعمل تحليل البيت يبقى سند اس ام اس طب دور دي جرب دي جرب دي او خد برضو الاي بي اي بتاعه اهو تمام هتعمل داونلود ملف مكتبه دوت جار وتعمل لها لايبس وتتعامل معاها تمام وقف الفيديو ده